لا ده مش اصبر وبس، قال ولا تعد عيناك عنهم، اوعى تزعل. لا خليك كده. يا سلام، شوف الرجل الصالح، شوف الشاب الصالح، شوف الصبي اللي يحفظ القران، الله اكبر. واصبر نفسك ولا تعد عيناك عنهم، في غايه الجمال، تريد زينه الحياه الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره. تقول ملايين يعني كده، مالك يا فلان؟ بنشوف المسلسل. تقول يا حسره على العباد، ملايين قاعده تشوف مسلسل لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. ناس تضحك علينا وانت قاعد تتفرج على ايه؟ ضيع وقتك يا اخي. لا يسالني عن عمري، عن شبابي فيما افنيته، عن عمري فيما ابليته. يضيع الوقت، هذا الوقت الذي هو اغلى. شوف، حقوق في الاوقات، حقوق في الاوقات. هل نحن محاسبون على هذا الوقت؟ طبعا طبعا طبعا. حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الاوقات لا يمكن قضاؤها. نود توضيح. حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها. انا علي شويه صلوات ما صليتهاش، علي ايام كنت مريض في الصيام، دي حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها. اما حقوق الاوقات التي ضاعت فلا يمكن قضاؤها. العمر الذي ولى، من ذا الذي يرجعه؟ لا، ذاك الرجل المسلم العزيز قال لرد امسي بالحبال، يعني شيء مستحيل يعني ان ترد تعيد الامس. لرد امسي بالحبال ونقل ماء البحر بالغربال، مستحيل. سبحان الله. وايه خير يعني اعمل هذا العمل، يعني احاول ايه يعني تديني اجر عشان ارجع امس وانقل ماء البحر الغرب. وحجب عين الشمس بالعقال خير، واخذ اجر على هذا، يعني خير لي من ان اسال احدا ويدي سفلى والا اسال الا الكبير المتعالي. الله، هكذا عزه الله. المؤمن كده. المؤمن ما شوف، المؤمن هو رزقه مضمون، رزقه مضمون عند الله. ما تقلقش من الغد، الناس كلها في حاله قلق. وفي السماء رزقكم، هو المساله. والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا. القضيه ليست في رزق، القضيه في الكم، نريد الملايين والمليارات وتامين مستقبل الاولاد. لا لا لا، انا اريد الكيف، انا اريد درهما حلالا فيه بركه الملايين.